دكتور عبد الواحد، صباح النور، كل عام وانت بخير، ان شاء الله يا ربي يسامك مقبول وعيدك مبروك. صباح النور، تحية طيبة لكافة المستمعين، أتمنى لهم عيد فطر سعيد مبارك واختتام اليوم الثلاثين من شهر رمضان الفضيل في صحة جيدة. يا رب. نوصيهم على شرب كميات كبيرة من الماء، لأن في 10 أيام الأخيرة أكيد تلاحظوا تكاثر عدد الصدمات الصحية، نقول أنا أغلبها جاي عاد بدي ترك الشهر من نقص شرب كميات الماء. صحيح. وهذاك علاش شربتوا الشاي بعضه في الكلمات اللي قلتهم. المجتمع التقليدي كانوا حريصين باش ياكلوا اكلات تشرب برشا ماء باش يقع التعويض عن الكميات المفقوده في ايام الصوم. على باقي النهار وعلى ايام الصوم. باهي، احنا توا معاك باش نحاولوا نفهموا اصل كلمات معينه اللي عندها ارتباط بالعيد. دكتور عبد الواحد، دونك احنا باش نبداو بالكلمه الاولى اللي هي الموسم. فما برشا ناس الموسم ليلة 27 لما حالة موجود، وفما الموسم اللي في العيد. شنو هو الأصل متاع الحكاية متاع الموسم هذا يا دكتور عبد الواحد؟ هي كلمة موسم مش مربوطة بالعيد فقط، هي كل العاشورة موسم، وعيد الفطر موسم، وعيد الأضحى موسم، اللي احنا نقول الصغير وكبير، وليلة القدر ليلة 27 موسم. ولكن الموسم فيه زوز أشياء باش يكون موسم. شنو أولا هناك الهدية، ركن ثابت في الموسم، وذلك علاش أغلب المخطوبين يتهدون، وعادة في المجتمع التقليدي بربي حاجة مهمة دكتور عبد الواحد، يتهدون مش كان الراجل يهدي كهو؟ لا هما يتهدون. أيوة، اش مهم روضي بصفة العامة. أيوة. ولكن الخط السائد في السابق المجتمع التقليدي السابقة. أيوة. هو الزوج يهدي الزوجة، ولكن معناها الاصل في الاشياء يتهدون، خاطر هذه نصره كبيره للرجال. جميل. دونك الهديه ركن ثابت من الموسم. الركن الثاني في كل المواسم هو العادات، واساسا العادات الغذائيه، لانه في كل الحضارات وفي كل الاديان كل المواسم وكل التقاليد التي دامت وطالت واسترسلت لابد ان ترافقها كما قلنا طقوس، ومن أهم هذه الطقوس هي طقوس الأكل وعادة الغذاء. أيوة، معناتها لازم مأدبة في الموسم. بالطبيعة، طبعا أنت في 27 ناخذ في تونس، معناها إلى جانب القرآن وإلى جانب المواعظ وإلى آخره، ركن ثابت عند التوانسة يقولوا عشاء الموت. هناك عشاء، هناك أكلة، عادة هي أكلة نجم نقولوا ستاندارد، كل التونسيين يطبخون كشري باللحم، لحم الذئن. وتقريبا تتشابه معناها العادات في كل جهات البلاد. فوقت تشوف تعمل انفتاح على المجتمعات الاخرى المسيحيه وغيرها تلقى عندهم عادات كما الكريم الباك غيرهم، كل فيهم الاكل، فيهم ركن ركين هو الاكلات هذه اللي هي معناها يتوارثونها جيل بعد جيل. هذا بالنسبه لكلمه موسم. به زوز اركان مهمه، الهدايا والاكل اللي موجودين لازمهم يكونوا موجودين في اي موسم اللي هو احتفال به. وليس اي اكل، عنده طقوس وعنده تقاليد وعنده جذوره. ومعناها عاده الجذور هذه والتقاليد تصمد، هي تتغير شويه ولكنها تصمد لزمن طويل. جميل. به احنا تو باش نمشيو العباره صار عليها نقاش كبير هذايا على مواقع التواصل الاجتماعي. فما نقاش لطيف طبعا اللي يصير بين الأزواج على حكاية حق الملح طبعا، وصار نقاش آخر أكثر حتى بين أصل هذية حق الملح منين ومن أنا بلاد ومنين جاي بالضبط. فهيت نحكي وساعة شنو معناتها حق الملح. هو فما كلمة أخرى يظهر مش تعدوها مش نصفوها، هي العيدية خليوها بعد هنا جايين. حق الملح هي منها عادة معيشية معناها معممة في الجهات الكل، ولكن ليست خاصة بتونس. حق مش خاصة بتونس، حق الملح هي في كل المجتمعات الإسلامية نجم نقول. بقي عند صنف معين من الفئات ومن السكان، ما هيش تشمل كل السكان المسلمين في العالم أو كل التونسيين أو كل الجزائريين. هناك جهات وهناك فئات مش نكون واضحين دأبوا عليها، وهناك فئة أخرى لا تعرفها. نلقاها في المغرب، نلقاها في الجزائر، نلقاها في تونس،
لكن هي مربوطة بالبلاد الإسلامية بصفة عامة. ما احنا ما نجموش نحدوا الأصل نتاعها وين دكتور عبد الواحد؟ لا لا لا، صعب جدا صعب جدا صعب جدا تحديده، ولكنها كانت رائجة في تونس في جهاد نجم نقول مثال جازف، انه خاصة في المدن والتجمعات الحضرية والكبرى رائجة رائجة. ولكن بصفة عامة هذه العادة معناها موجودة في كل العالم الإسلامي. موجودة في كل العالم الإسلامي به. وعلاش هذا حق الملح؟ شنو هي الفكرة متاع حق الملح؟ دكتور عبد الواحد ما نعرفش نعاود نكلموه مرة أخرى. علاش نسألوا على أصل الحكاية؟ على خاطر فما برشا ناس يقول لك فيها نوع من الإحراج للناس اللي ما تنجمش يمكن تهدي حق الملح للزوجات نتاعهم وقت اللي ولا فما نوع من التباهي، فما شكون يقول لك لا هذاك كرم من الزوج مادام يقدر ومادام يستطيع، علاش لا في اطار الود والهديه؟ فما نقاش كبير صاير على مواقع التواصل الاجتماعي على حق الملح. بفاش يتمثل حق الملح دكتور عبد الواحد؟ هو حق الملح في كلمه، الملح ما معنى هنا، ما ماش الملح كمستهلك للتمليح، الملح هو رمزه هو الاكل الاكل. وذاك علاش نقولوا احنا فلان كلام مع فلان الماء والملح. اي صحيح. الماء والملح هو الاكل، الاكل عاده الحلال زاده في المنظومه الاسلاميه. فكل ما عنده علاقه بالمطبخ هو الملح. ولذلك ونظرا لانه في التقسيم التقليدي للعمل للزوجه كانت هي التي تقوم بعمل المطبخ، ونظرا لانه شهر كامل معناها المرأة في المطبخ حسب التقسيم التقليدي زاد في بعض الجهات وفي بعض الدول وفي بعض البلدان وفي بعض الأفقاع يهديها الزوج يعني الإكرامية تكون أما في شكل قطعة من الذهب أو الفضة، قبل ذلك الوقت كان الذهب رخيص، في شكل مبلغ مالي يجي زاكي. وفما شكون يحب ينسبها العاده هذه للعثمانيين، ولكن انا نعتقد انه من خلال اسمها هي اقدم من العثمانيين، وربما ظهرت منذ العهد العباسي او في اخر العهد الاموي، لانه راهو برشا ناس ما يعرفوش لي رمضان معناها من انتشاره وبدايته ما كانش كيما الان عموميا، معناها لازم يرجع الناس يقراوا شويه. شو معناتها ما كانتش عموميه؟ معناها في الشهر في السنه العاشره للهجره رمضان بدا، السنه التاسعه والعاشره، ثم الاشهر القمريه راهي دي مشكل فيها، قبل كانت ثابته مش متحوله. والدليل هو الربيع الاول والربيع الثاني ما كانتش تدور 11 يوم راهو، معناها هنا ما نحبش ندخل في مستوى اخر تاع نقاش يقلق المستمعين، اما لازم يعرفوا هذا اللي رمضان كعاده وكركن، اولا في المغرب الاسلامي رمضان عند الناس ركن ركين قبل الصلاه المخياج، وتارك الصوم تعتبر كبره من الكبائر، في حين في الشرق العكس تارك الصلاه هي كبره الكبائر، ورمضان معناها ما فماش هيك عليها، فالناس بينسبوا الامور خاطر الناس يخبوا العالم الكل في تونس ولكن البلاد اللي يعيشوا فيها، لكن كل البلاد وعندها التقاليد نتاعها والممارسات نتاعها. صحيح. رمضان وبهرج رمضان كلما تقدم تزايد، ولكن خاصة لاحظنا أن الدولة الفاطمية مثلا في تونس في مصر أعطت قيمة كبرى لشهر رمضان، كذلك الحفصيين في تونس، العثمانيين الأتراك الدايات خاصة كانت عنها عادات، كلما تقدم الزمن كلما ترسخت العادات، ولكن في بداية نجم يرجع يقرأوا المختصين السنوات الأولى في صدر الإسلام رمضان كان شهر للصوم والعبادة، ولكن العادات والطقوس كانت أقل من الآن، كانت أقل من تو. واحد ينجم يزيد طبعا ونجم يزيد يتعمق الإنسان ويقرأ في هذية زيادة. أنا عندي سؤال، أنت قلت حاجة مهمة دكتور عبد الواحد، قلت العادة هذية زيادة موجودة على خاطر تاريخيا وتقليديا كانت الزوجات والنساء هما اللي موجودين في المطبخ، هما اللي ديما يطيبوا، فما بالطبيعة برشا عائلات هكا زيادة اليوم، لكن التركيبة الاجتماعية في وسط البيوت زادت تغيرت، فما برشا رجال ولاو يعاونوا ولاو يعملوا الواجب نتاعهم في المنازل، دونك هذايا وقت اللي يتبدل ويتغير معاه زاد هالعادة هذه لازمها تتطور وتتغير انهم يتهداوا مثلا كما انت قلت قبيله، ولا الهدايا راهي ما تضرش هكا ولا عمرها ما تضر؟ ايوه وقتاش تولي تضر؟ اذا كانت تولي مشروطه معناها بدونها لا تستمر الحياة، وقتها تولي الهدية مدخل إلى المشاكل. أما حتى في
على العادات تو مشلت حول الشخصيه الناس يتحدثوا عليها وانا متاكد انه 19 تونسيين ما يقراوهاش ما يقراوهاش ما يعرفوهاش. جات حاجه شخصيه كيف جات 1356 اقرت عديد الاعراف من بينها مثلا في جهه معينه اذا كان الشخص يخطب او يهادي زوجته في الموسط فهو يقوم بما يجري عليه العاده في تلك الجهه. جميل. معناها ولا مثلا جهاز المرأة الشوار إذا كان مثلا ما قوهوش وهزوه لها يقول لك في جهة تحول الشخصية بما اعتادت المرأة أن تقوم به من جهاز في تلك الجهة. معناها راعى خصوصيات المجتمع التقليدي رغم أنه جهة تحول الشخصية جهة لتحديث الأسرة والعائلة إذا بيفهموا الناس اللي فما تواصل مش القطاعات في البناء هذه التقليدية وقت تبدل دونك العادات هذه هي عادة لا تضر وقت اللي نشرته وقت اللي يولي فيها معناها تمسك بالنصية متاعها ومثلا توا قطعة ذهب وقت تقول قبل قطعة ذهب ذهب في العصر القوة العربية الإسلامية كانت كما كانوا العرب كما الدول الكبرى الآن العظمى لأن تو بريسيو هذا اللي عانهم عندهم من الغزوات ومن الحروب ومن الفتوحات ومن الانتشار ما بتعرف الدولة الإسلامية في عهد مثلا الخليفة هارون الرشيد وصلت أبلغ مدى متاحة معناها امتداد معناها كان الذهب وكان في الفضة والمواد هذه الثمينة والأحجار الكريمة كان متوفر كان موجود والزبرجد وغيره معناها موجودين وأثمانهم أقل من الآن مش كما قطعت الذهب في الوقت ذاك يقول معناها اللي يقرأ الناس وما يكونش عنده نسبية يقول أعطاها قطعة من الذهب مش كما قطعت الذهب وقتها قيمتها كما توحنا أغلب البلدان كما حال تونس وخيرها الذهب ارتفع ثمن كبير بالمقارنة مع القدرة الشرائية والمعيشية للإنسان. فذلك علاش العادات إذا كانت نسكوا بها حرفيا ونصيا صعب الحياة مجلبة للمشاكل أكثر من صعب الحياة. وهو الأصل في الأشياء أنه ما نبخسوش جهد حتى حد لا اللي شقى وتعب وطيب ولا اللي اجتهد باش يفرح زاد شكون. أي طبعا هي في احترام واعتراف بمجهود المرأة أي اعتراف بالمجهود وهذا هو المهم أنه في كل العائلات صغير ولا كبير امرأة ولا راجل وقت اللي واحد يعمل مجهود مهم أنه نعترفوا له بالمجهود اللي قاعد يعمل فيه وبالتضحية اللي قاعد يعمل فيها سواء كانت مرة أخرى امرأة ولا راجل ولا كبير ولا صغير. مهم جدا أنه الإنسان يحس روحه محاط بهك الاهتمام هذاك في العائلة متاعه يكون عنده شوية إلاستيسيتي ديسبري أيوة. وينجم يفتش معناها يفتي مثلا في العهد العباسي وقت تقول حق الملك قطعة ذهب هذا الذهب وقتها معروف قيمتها قداش تجيب من 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 رطل مثلا شعير كي نعملوه بمقياس تو قيسهم برطل الشعير ما تقيسهمش بالذهب خاطر الذهب ارتفع صوم هذا اللي عنده مخ مفتوح فوالا يجتهد شوي يجتهد اي مخ ومسكر يقعد شي قطعة الذهب الله غال به هات نمشي توا الكلمة أخرى اللي هي أنت قلت لنا عليها اللي هي العيدية. شنو هي حكاية العيدية؟ العيدية هي في كل في العيد كل عيد هناك ما نسميه الإحسانات الإحسانات اللي كانت تقوم بها الدولة الباي الباي يعطي إحسانات وهدايا إلى أولياء صالحين إلى زوايا إلى قبائل قال مثلا قبيلة دريد قبيلة الحنانشة يعطيهم البيات العيدية متاعها وتتمثل في الحبوب تتمثل في التمن تتمثل في يسميهم الدهان عديد المواد العوايد حتى هي للغذاء للغذاء يسميهم احسنات وعوايد وهدايا العيدية اللي مربوطة بالعيد خاصة العيد عيد الصغير تقولوا العيد عيد الفطر هي معناها هدية أما تكون نقدية ويسميها البعض المهبة من هيبة مهبة وتعطى خاصة للأطفال الصغار ما نخلطوش هنا مع الزكاة في الحال للصبيان والصبية والصبيات أو تعطى أيضا لعموم الناس معناها تنجم تهادي زوجتك بالعيدية تنجم تهادي قريبك تنجم تهادي ولد أختك بنت أختك معناتها حتى تو الكبار اللي يسمعوا فينا ما يسالش ياخذوا المهبة بالطبيعة ينجموا ياخذوا هي تعطى
في الاتجاهين. ايوه، من الكبير الى الصغير ومن الصغير الى الكبير. خاطر عندي عبيد هنا كبار، ناس كبار يحبوا على المهبه، فانت كلامك طمنهم. المهم اللي يعطي يكون قادر ويعطي من مال حلال ويكون فرحان هو يعطي في المهبه. جميل جدا. به انا تو العيديه هذه دونك تتعطى عاده نقدا، معناها المهبه نقدا، العيديه تعطى نقدا او عينا، وذلك علاش على النصوص مثلا ابن ابي يتحدث كيفاش التوانسه يشريوا الالات الموسيقيه، مش الزبامر بركة نتاع تو كذا، يهديهم لصغارهم الاطفال، يهديوا الات موسيقيه. يقول في ابن ابي دينار في نص عذب جدا اعتبره انا عذب، انه تونس العاصمه كانت بعد العيد تسكر 15 يوم. 15 يوم 15 يوم كاملين، علاش 15 يوم كاملين؟ وذاك علاش يقول التوانسه ياكلوا المرويزه، هذه اللي اكله كيما المرقه واللي اصلها من المروز من ايران، لانها تقعد تصبر 15 يوم تراتيكمو حتى مطابخ الديار ما 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 تشعلش وما تخدمش. شنو يقعدوا يعملوا 15 يوم؟ يتحدث ايضا ابن ابي دينار عن احد الجزائريين الذين زار تونس ايام العيد، يتحدث عن الفواكه الموجوده هذيك، الفاكهه نقول احنا الفاكهه وبيعها في الازقه واحد قبيل العيد، ويقول تمنيت لو انها تحولت الى الجزائر. ويقول ايضا كيف ينام الليل من في بيته المقروف. يتحدث اذا عن العادات هذه اللي توزع يعطيها قيمه كبيره. وحبيت اقول حاجه اخرى، قبل اللي ينزاد نهار العيد، يتولد نهار العيد الكبير ولا الصغير، كانوا يكرر خاصه في القبائل والارياف يسمى العيد وعيد. وتو شوفوا في منطقه سيدي بوزيد اسماء كبيره تحمل هذا، حتى مش مولودين يوم العيد، يكفي انه يكون جده اسمه العيد يعاود يسميه عليه. والنساء خاصه في الجهات الريفيه والقرويه نلقاهم كيف تكون امراه يسميوها عياده. عياد هذا اللي تولدوا يوم العيد، نهار العيد، العيد وعياد. تحيه لكل واحد اسمه العيد وكل واحد اسمه عياد اللي مولودين في هالنهار نتاع الفرحه اللي هو العيد. به اش قعدت تو؟ اش قعدت تو؟ قعدت كليمه بركه، انا نحب نعرف الاصل نتاعها على خاطر برشا يسمعوا فينا في صفاقس. شرموله، حكايه الشرموله، شنو هي حكايه الشرموله؟ الشرموله الخلاف حولها اقل، مش كيما حق الملح. حق الملح قلت لك قديم. الشرموله اكيد ليست تونسيه وليست صفاقسيه. اكيد ليست تونسيه وليست صفاقسيه. لا مش صفاقسيه. هذه راه باش يعمل صدمه، هذه راهو للناس. شرموله اكله متوسطيه لا جدال في ذلك. اي. ونلقاها في صفاقس صحيح. لكن نلقاها في بنزرت، نلقاها في جرجيس، وقبل تونس الكل، نلقاها في اليونان، ونلقاها في تركيا، ونلقاها في عديد المناطق في البحر المتوسط. الشرموله متوسطه. هي لسكري سالي. معناها هو الحلو الملح. الحلو والملح. وارتبطت بزوز اساطير اللي هو الاسطوره الاولى تنسبها الى بحار اغريقي يوناني، وتعرفوا الغريق كانوا مشهورين انهم بحاره كبار. انه انقطعت عنه المؤونه يسميها سبيسا البحاره، ومنها جت كلمه سبيزي وسبيس وسبيسريه. أي. كل جو منها هي سبيسا كلمه لاتينيه وموجوده حتى في اللغه البرتغاليه. في وفاه لو سبيسا قعدوا كان الزبيب المجفف والماء المالح نتاعها، هذا وهو اسمه شارل مولا. هذه الاسطوره الاولى، اسطوره راهي هذه الاسطوره الاولى شارل مولا الى انفونتي هالحكايه هذه وقت اللي انقطعت عليه المؤونه. مش من عدم طبعا فيها ديما يقولوا شراره الحقيقه. شارل مولا وفات له السبيسه كله، وقعد له كان هذاك هو اللي سد عليه في الاخر وانقذه من الموت. هذه الروايه الاولى. تعرفوا الاكلات الغذائيه المشهوره في العالم ديما حولها اساطير التاسيس. التاويل الثاني يقول جات من العثمانيين الاتراك، ولكن انا ما نتصورش هذا، نتصور اقدم، والزوز اساطير ينجموا يكونوا مش صح، المهم هي متوسطين. يقول جات مع الاتراك العثمانيين، وشار او سار هو الملح، والمورا مورا شار مورا شار مورا شار مورا هو ماء الملح. وهذا مستبعد عندي انا شويه. المهم انه العاده هذه موجوده في عديد الجهات. الصفاقس باش تتميز انها تضيف الى هذاك الخليط هذاك نتاع البصل والعنب المجفف، تزيد السمك المملح. في جهات اخرى ياكلوه بطريقه اخرى، فما شكون يعمل مع السردينه، فما شكون يعمل مع كل حد، ايش يعمل معه. في نابل فما شرموله، في بالدار فما شرموله،
خارج تونس الناس ايضا تتعاطى الشرموله، واصل الاكله هذه الفاميليا نتاعها هي مزج الحلو بالمالح لكي يشرب الشخص اكثر كميات ممكنه ويتفادى اكثر ما يمكن المعجنات ايضا. جميل جدا، هذه حاجات الانسان يبات بهم كيف ما يقولوا اقل جهلا اليوم، وقت اللي يعرف الاصل نتاع الاشياء. وتصديقا لكلامك دكتور عبد الواحد، فما برشا اكلات اللي هما موجودين. انا عندي صديق مازال كي مشى لليونان قال لي نلقى النواصر اصبت بصدمه، قلت لهم هذه نتاع تونس، قالوا له ليه هذه نتاع اليونان من اول الدنيا. معناتها كيما برشا ناس تسميه مش نواصر في اليونان تشبهها لكن عندهم تسميه اخرى. وانا تحدثت عليها عندكم طبعا. ايه طبعا بالضبط الاعلاميه اللي نسلم عليها برشا طبعا نسلم عليها. احنا في السوموني نتاعنا نتاع الريال قبل كان عندنا لي سوموني اللي اقل من الريال اللي هما القفصي، وهذاك علاش يقول لك اخدم بقفصي وحاسب البطال، ولا يقول لك اخدم بناصري وحاسب البطال. الناصري وجمعه نواصر هي سوموني صغيره في شكل تشوف المعجن نتاع النواصر هذيك، كانوا معناها خفيفه برشا وكانوا يعدلوا بها ميزان الاشياء الدقيقه والثمينه ويحطوهم معناها كوم يونيتي دو تي، ومن شكل المعجنات اللي كانت تشبهها سموها انواصر. وفما مساله اخرى زاد سو موني اخرين كانوا عندنا كيما الخروبه والفل، الفل سموا عليه المقارونه فل. هي هو سو موني صغير شكله كيما الفل، غير برشا راهو وما يوزنش، وكان يستعمل في هذا تحدثت عليه وقت عملت حلقه على زمان بوعنبه يعني عندك بس نجم تحطوه. زمان بوعنبه بيدو هو ريال، نوع من انواع الريالات. فالنواصر هما دي شوموني، وفما البعض يقول نسبه لمحمد الناصر بي، مش صحيح. محمد الناصر بي تو شد من 1906 ل 1922، والنواصر قدم هما يونيتي دي ميزور قديمه، دي بيل قديمه، ولكن الاكله في جهات اخرى موجوده وهي ايضا اكله متوسطيه، ولكن ما تسماش النواصر. اما النواصر هي تسميه تونسيه 100%، التسميه التونسيه للنواصر هي تونسيه. الناصري والناصري هي عمله مصغره للريال. جميل. في شكل هي نحاسيه صغيره معناها دي كويفر خفيفه، ولكن عندها اكل هو شبه مستطيل، مستطيل مش شبه مستطيل، صغير واحيانا مربع، واللي كيف هو تجي اكله المعجنات هذه النوع. جميل، انا نحب نشكرك برشا برشا دكتور عبد الواحد المكني، استاذ التاريخ المعاصر والانثروبولوجيا التاريخيه ورئيس جامعه صفاقس. نشكرك اللي انت عطيتنا من وقتك وفسرت لنا هالكلمات هذوما، اللي الحقيقه مره اخرى على بساطه حكايه تفسير الكلمات، الا انه المعاني كبيره برشا، انه الدلالات التاريخيه كبيره برشا، وهذا اللي يهمنا احنا باش نزيدوا نتعرفوا اكثر على بلادنا وعلى العادات اللي موجوده. تعلمت برشا حاجات. الناس اللي في صفاقس شرموله طلعت متوسطيه، قولوا لي انتم شنو اللي تعملوها خاص في صفاقس، قولوا لي زاد الناس اللي عندها شرموله في بلايص اخرين في تونس كيما بنزرت كيما نابل كيما جورجيس بلايص اخرين كيما قاعد يقول لنا الدكتور عبد الواحد، احكيوا لنا شنو زاد انتم الحاجه اللي تعملوها في العيد نتاعكم انتم سبيسيال، فما كان في جهتكم وصلوا لنا لي كومونتير نتاعكم. احنا راجعين من بعد شويه ديما في تونس ذوق 24 في حلقتها الاخيره، بعد نكملوا معاكم حتى نص النهار. احد من 10 نص النهار على ديوان.